تبعي طقس العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث تتفرق بعض الغيوم 27 درجة مئوية متوقعة، الرطوبة 25%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكة طقس صافي 37 إلى 25، عرعر 33 إلى 24، تبوك 36 إلى 22. المنطقة الغربية، المدينة المنورة، غبار خفيف 40 إلى 28، جدة 37 إلى 25، مكة المكرمة 38 إلى 30، أما الطائف زخات رعدية من الأمطار 30 إلى 22. المنطقة الجنوبية الغربية قد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أبها زخات رعدية من الأمطار 28 إلى 17، نفس الشيء في الباحة 26 إلى 22، أما جازان 37 إلى 32. بالنسبة للمنطقة الشرقية، نبدأ بحفر الباطن، زخات رعدية من الأمطار وطقس مغبر متوقع 37 إلى 28، الدمام 34 إلى 26، أما الإحساء 37 إلى 24. المنطقة الوسطى حائل، زخات رعدية من الأمطار، نفس الشيء في بريدة 33 إلى 25، في بريدة 34 إلى 23، في حائل، أما الرياض غائم جزئي 35 إلى 27. إلى اللقاء.